أن النساء إن كيدهن عظيم. من قال لك هذا الكلام؟ أعطني دليلك. قالوا يقولها الله في القرآن. أبدا، الله ما قال يا نساء العالمين إن كيدكن عظيم، إنما ذكر الله القصة على لسان من؟ عزيز مصر. وعزيز مصر كافر، ما نأخذ منه الأحكام والتشريعات. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فليس قاعدة عندنا نأخذها حكم شرعي. وما هو كيد امرأة العزيز؟ لماذا صنعت هذا الأمر؟ لأنها أحبت يوسف، فكيدها حب. لكن كيد الرجال ذكر في سورة يوسف قبل كيد النساء على لسان من؟ يعقوب عليه السلام، موحى إليه من الله، قال ليوسف يوم أن أخبره بالرؤيا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليه يا أخوان؟ فيكيدوا لك كيدا. كيد الرجال حقد وغل وحسد، وكيد المرأة حب. أي كيد أعظم؟ والله ما سمعت أن امرأة تتشارع مع امرأة في البلدية ولا في المحكمة. سمعتوا؟ والله أنهم الرجال، هذا خذ مالي وهذا، ويلا هم ضاربات بين الرجال. أما النساء في بيوتهم ما عليهم خلاف، ما عندهم كيد، الكيد عند الرجال. وماذا أراد أخوة يوسف؟ أرادوا قتله، يذبحونه، اقتلوا يوسف. ثم رحمه الله عز وجل قالوا ألقوه في غيابة البئر، لا عطوه ماء ولا عطوه طعام ولا عطوه شيء. أي كيد أعظم؟ تأمل. ومن حقوق المرأة وظلم المرأة، بعضهم إذا قال له النساء قال إنهن ناقصات عقل ودين، فيفهم الموطن في غير موطنه. من قال لك أن المرأة مجنونة؟ هي الله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لماذا قال الله والسارق وإيش والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ ليه يكلفها ربي وهي ناقصة؟ الله عادل من خلق العدل، إنما النقصان هنا شرفا لها وليس ذلا لا. ناقصات دين أي أنها إذا حاضت لا تصلي، وناقصات عقل يعني أن شهادة الرجل بيش بامرأتين. ما العلة والحكمة؟ قال الله أن تضل فقط، تنسى، لأن قلبها فيه رحمة، هذا دليل رفعة لها وليس إهانة لها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة عاطفية، هذه حقوق المرأة. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.